السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وشكرا جدا جدا على تحولكم معنا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. سلموني يا غالي. خد يا بابا، خد يا بابا. هي واكله على فكره، واكله هنا وكلتها. عايز تاكل بيتين؟ صلى على النبي كده، مش تنسونا كده باللايك بتاعكم الحلو كده، واللي مش مشترك معانا يشترك وخش في عيله هنا وليان كده. مش تنسونا بالاشتراك بتاعكم الحلو، وسموا بالله كده وتفضلوا معانا يا احسن اخوات في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يلا سموا بالله كده. بسم الله. دي مكبكه ولا ايه دي؟ اسمها مكرونه باللحمه المفرومه. يا بيبي. بقول لك اليوم يلا وعلي انا وعلي ولحت. دي من اللقمه دي. صح. نعم يا بابا. كيس لحمة ومكفة. ما شاء الله على اللحمة وعلى جمالها. بسم الله جمالها. ما شاء الله. تحط فلفل بقى في البتاع. لا ما الفلفل ده كده مش عارفة حاجة أساسا. شلون تحطوه في المكرونة؟ عايزة أعرف. بس كان محل بره بحطوا في المكرونات فلفل. لا حش ريحة يا وسط. لولو كده يا لين كده يا نوتي كده. تعالي جيبي الفوطة معاكي. خد منديل. منديل. تبقى تجيب الفوطة معاكي عشان خاطر هي ايه؟ أنا كنت حاطاها هنا بس مش عارفة سحبتها على بره ليه؟ يلا قعديها بقى. اقعدي يا لين. اقعدي. ازاي يا عسل انت؟ ماما مكان الصلصة بقى لها بالروش. لا عيب. ماما نعم كنت حتة من دي؟ خدي ماما. سيبها طول اسكليها حبيبة قلبي يا ناس. كل يوم روح قلب ماما انت. هتمسحك يا بيك. تعالي. الله. يا لما حتى عندك حاجة؟ صبرش. يا ابني فظيعة مش لها حل. صلى على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. صفاء المتولي تحية ألف ألف مليون تحية لك يا صفاء. كانت طالبة إن احنا نقول اسمها. مليون تحية لك. مليون تحية قولها لأخواتنا في القناة يا رب. تحياتي لكم كل هدى. حفظ لكم نيات جميعا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. وربنا معاكم يا رب في الامتحانات يا رب. ربنا يكرمكم كلكم يا رب كده وتطلعوا كلكم كده يعني طالعين كده بأحلى درجات كده يا رب وتفرحوا كده أهاليكم يا رب. المهم احنا نجيب عيش النهارده لقينا امتحانات عادي. ايه بابا؟ نعم بابا. المدرسه بتاعتي. ربنا ينجحهم يا رب، ينجح كلهم يا رب. مالك بابا؟ ما يحسب حد ابدا يا رب. كل اللي بتطلع كده مصبور الخاطر ان شاء الله، ويكون امتحاناتكم تكون سهله عليكم وخفيفه عليكم كده. امتحانات صعبه يا رب. ان شاء الله هتبقى سهله عليكم. صاحبتي في الاعدادي بابا يا لهوي بتقول لي امتحانات صعبه. لا اللي بيذاكر واللي بيبقى عارف الحل مش هتبقى صعبه عليه، اما اللي بيكون هو مش عارف الحل هيقول لي الامتحانات تبقى صعبه عشان مش مذاكر. ان شاء الله كله هيكون مذاكر ويكون يبقى كله ناشي. بابا نعم. بس يا ريان انا اول يوم ما رحت المدرسه مش ادولي حاجه، ادولي بس واحد اتنين كده. عشان هما بس بيبداوا مرشعه. بابا البنت عاملة منا اللي عندها 5 سنين دي عندها حفلة النهاردة. لا.
لا مش معاها باردة. كل حتة بقى حط في البق. بتعمل منها طلعت ناجحة بتطحنها زي ما يا رب وعبكم بحتة زيها كده يا رب كده حنونة كده يا رب. تعمل يا ناس داي قلي نعم ربنا يخليهم يا رب. انا وليان حنيني مبسوطة انت هنا عزيز من المكرونة انت تنوت يا ليان غمد الساعة هي بس الساعة بس لو رمض بتروح عمياه ربنا يهديه. وهنا هي صغيرة ما كانتش بتعمل زيها على فكرة. نعم نعم حتي في البقى نعم مو البيت دي حطيت عم سهاكة كان عايزة حاجة ماما عشان مش عايزينها ازعجل ماما شفتوا شفتوا بس بس يا جيف ماما نعم ايه خلاص يا بس ماما اللي مش حاط لايك ينزل حط لايك عشان خاطر لولو وهنا على فكره انا حملت لاني في الباني وانا اللي ظبطتها ربنا يطول في عمرك فضلا وليس امرا ما اشتركش في القناه اشترك فيها يومات وهنا وليان واللايك المتين تعليق حلو زيكم كده احلى قناه في الدنيا ونشوف الفيديو في كل مكان اللي مش لسه مش اشترك ينزل اشترك معانا خلاص يا ماما قولي مش مش زهق بس يا وهنا اصحابي حاولوا يدخلوا على القناه هتلاقوني وانا متصوره كده في الفستان بتاعي حط علي لايك وشوف فيديوهات عايزة حتة من دي؟ طب انا اديك يعني يا ليان انت مش تبهدلي ايديك يا بابا نعم اتفضلي يا لو عليك يا ليان يا ليان خلص يا مؤدبة انت يا كميل اللهم صل على النبي يا انت شبعتيني بكلامك الحلو ده تعرف تعمل شو الصوت يا مرة نعم شو الصلاة تبغى تبغى كده ان شاء الله بغيت تعمل لنا صوت عليك على طول ان شاء الله كل دور نقول كده وشو بحب اعملها يوم السمك بالاكتر مش عارفه بحبها كده يوم السمك عملتها لك يوم النحس مش هتاكلها مش هتاكلها انا اعملها عشان بعد قبلنا مرجين بعد كده انا على فكره بدات اجيب في النشويات يعني ايه حاجه بحاجه يعني الاول رحت باكل اكتر من كده بدأت تاكل ايه يعني مرة نص مرة ربع ببدأ اقلل شوية يعني بابا نعم دي دي حتة 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 يعني شاطرة برافو عليكي نعم نفس تتخنينا شوية صغيرة كده هيليك ماما نعم ماما رقصي يا ليان كده رقصي يا ليان ارقص ارقص بس شكلها ترقصي بس يا ليان بس يا ليان لا 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 رقصت لكم اهي ارقص كل يحط لايك للول ارقص عروسة ارقص ارقص عروسة ارقص لا 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 يا برنس الليالي يا رمامة الميزان يا ليان مسحت فيها ولا مسحت فيها ديها؟ لا بس يا شيخ بس يا شيخ بس يا شيخ عيب عيب يا لولو رمض رمض بتاع الوقت بس نعرف الفيديو بكام دقيقة مالك انا بصي انا زمان بوظفها انا مش هتعرف مش هتعرف فيه طب حتى ال
ودي زمان العين بوظته. ريان ما شاء الله على ريان بنتي، هي تكتكت فيه على فكرة. بوظته ده كده ما شاء الله. يا بابا قلت يا شيخ انت بوظت الدنيا. عدتي انت اسكت عيب يا لون ازاي خالص. الوحيدة اللي بصراحة مش بتكلم معاها دي ازاي ازاي قلب انت بساته ده يا خلاص انت تنكسر. بابا نعم حكي حتة بسم الله سمي كده ليه. لا ما تحطيش هنا انت كده بقى يا هتبقي نوت. ماما نعم حكي بس عيدك كده عيب. لا ايوه قلبيها قلبيها انت لسه بتحبي القلب ايه معاك كده يا نونا كده بس لا لا تاكلي لا ثانيه واحده ثانيه امسحي دي يا ماما. بص 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 انت وحشه انت امسحي دي انا مسحاها ايدانا دي 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 العصا دي يا روك دي اه ماما نعم ايه ماما نعم ماما نعم ماما نعم ماما نعم عاوزه ايه ليه ما خلفش ربنا يرزقه بالخلف الله يا رب ربنا يفتح حنونه زي دي كده ماما بصي اصحى حلوين ربنا يديك كل واحد يا رب صبري يا ماما بس اصحى ماما تيجي تنام ندخل الاوضه طب ما جاب لي كل انواع لان ماما 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 ويقول لها انا ويقول تتعجزني كده نعم اه نقول كده ماما نعم مش لايم ده نقول ماما 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 في الاوضه ما نجي ننام ايوه وانت تقول لها يلا قول لهم حط اللايك ونحط اللايك ونحط اللايك يلا اصحابنا باب يلا قولهم باب نشوفكم على خير ومع السلامه نشوفكم على خير ومع السلامه مع السلامه مع السلامه اتفضل على كده يلا هاتي لولو ليا يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ولا شخش الحلويات غمض عينيك شوية ليان غني علي ارقص على الوسة غني علي ارقص حبيبتي يا ليالي ارقص ارقص يا ليالي